السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية من القرآن الحكيم. قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا. عزير هذا أحد أنبياء بني إسرائيل، كما أن المسيح أحد الأنبياء أيضاً، وبعث إلى بني إسرائيل أولاً وبالذات، وإلى العالم ثانياً وبالعرب، كما أن رسول الإسلام بعث إلى العرب أولاً وبالذات، وإنه لذكر لك ولقومك، وثانياً وبالعرب إلى كل العالم. فعزير ومسيح نبيان بعث إلى بني إسرائيل. بالفرق بينهما أن عزير نبي خاص والمسيح نبي عام. قالت اليهود عزير ابن الله، اليهود قال عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. اليهود ما يعترفون بعيسى، وإنما الذين اتبعوا عيسى ويسمون هؤلاء بالنصارى، هؤلاء جعلوا عيسى في مصاف الإله، وقالوا ابن الله، وقالوا هو الإله، وقالوا إن أمه إلهة، وقالوا إنه كذا وكذا، الأحاديث المعروفة عن المسيحيين. المسيح لماذا قالت النصارى إنه الله؟ قطر يصير، لماذا أهل الكويت يقولون محمد الله، أو أهل مسقط يقولون حسين الله؟ قوتر يصير في الجماعة، قوتر يقولون فلان الإنسان الله. السبب أن المسيح ظهر منه معجزات، هذه المعجزات لم يتمكن أحد من الإتيان بمثلها، فقالوا هذه صنع الله، فالمسيح الله، كإحياء الموت وكإبراء الأكمة والأبرص. الميت المسيح يقول له قم بإذن الله، يقول الأكمه والأبرص، المسيح ينفخ في عينه أو ينفخ في جسمه فيبرأ بإذن الله تعالى، وكذلك يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله تعالى. قالوا هذا الإنسان الذي يتمكن من إبراء الأعمى الذي ولد من أمه كذلك، وهذا الإنسان الذي يتمكن من إحياء الميت، وهذا الإنسان الذي يتمكن من أن يخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه ويكون طيرا، لا بد وأن يكون هذا هو الإله، لأن إحياء الميت، إبراء الأعمى، كذلك نفخ في الجماد فيصير طيرا وطائرا ويطير، هذه من صفات الله تعالى. هذا سبب أن المسيحيين قالوا بأن المسيح هو الله. أما اليهود لماذا قالوا عزير ابن الله؟ لماذا؟ عزير مثل ألف نبي آخر، لماذا هو صار نبي؟ قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. لماذا قالت اليهود إن عزيرا ابن الله؟ ها سبب أنه قصة طويلة، ما علينا بالقصة، وإنما نريد الإشارة إلى القصة فقط، وهو أن عزير ذات مر على قرية ورأى أن هذه القرية كل أهلها أموات، فتعجب وقال أنا يحيي هذه الله بعد موتها. شلون؟ مو أنه كان منكر، يعني شلون يصير حياة؟ نشوف، شنو نشوف؟
فأماته الله 100 عام ثم بعثه. الله سبحانه وتعالى أراد أن يريه نفسه حتى يصير رؤية، لأن قد يكون علم قد يكون رؤية. الفرق شنو؟ الفرق أنا أعلم لندن موجود لكن شايف لندن لا. قد يكون أعلم وأشوف، شوف أكثر من العلم. العلم بالشيء ورؤية الشيء فوق العلم بالشيء. عزير طلب من الله سبحانه وتعالى أن يشوف هذا الشيء، يشوف يعلم. إذا أنا ما أعلم بلندن أعلم بالمية مية، لكن إذا أشوف فلشكل آخر. عزير عليه الصلاة والسلام طلب من الله يشوف، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. عمره 25 سنة مات، بعد 100 سنة بعث. صار عمره شكثور؟ صار عمره 125 سنة، لكن في شكل 25 سنة. هسه قصة مفصلة، ما علينا بالقصة، علينا بأنه لماذا قالت اليهود عزير ابن الله؟ هذا أمنية، هذا إجي إلى البلد، بلد متغير قبل 100 سنة. الكويت شنو؟ هسه الكويت شنو؟ أي إنسان قبل 100 سنة شايف الكويت وهسه يجي الكويت أصلا ما يعرف الواقع، لا الدكاكين ولا الأشخاص ولا البيوت ولا المتاجر ولا ولا ولا، كل شيء تغير 100 سنة. 100 سنة مو شيء قليل. أجي للبلد ما يعرف البلد حسب الظاهر. أجي منا حتى وصل وهو في شكل شاب عمره 25 سنة. أجي حتى وصل إلى بيته، أفرض بيته في الشاب من هالبيوت الخريبة الموجودة اللي قبل 100 سنة هم كانت إنسان موجودة. فرأى امرأة عجوزة، الصحيح العجوز مو عجوزة، عجوز قاعدة على باب البيت، لكن بيت متغير أثر التغييرات فيه، لكن بيتهم في هذا البيت. سلم على هذه المرأة ثم قال لها، مين لي هذا بيته مو بيته حسب الظاهر، لأن الأنبياء والأئمة يعملون حسب الظواهر مو حسب علمهم الغيب. قال له، هل هذا بيت عزير؟ هذا بيت عزير. المرأة عجوز شمطاء صغيرة صار من العجز والكبر، قالت له، وما علمك بعزير؟ أسأل أنا، هذا بيت عزير أم مو بيت عزير؟ قالت، عزير ماكو أحد يعرف عزير الآن، من جيب اسم عزير أنت؟ قال لها، ومن أنت؟ قالت، أنا أم عزير. أم عزير. قالت، وأنا أم عزير، ومنذ الآن 10 سنوات الناس نسوا عزير وما يجيبون اسمه ولا يسألون عن بيته، وأنت شلون منين جبت اسم عزير؟ مو معروف هذا البيت بيت عزير، أنت منين جبت؟ قال لها، إني أنا عزير، أنا عزير وأنت أم. شتكون؟ أنت عزير؟ عزير قبل 100 سنة راح وفقدناه ولا نعلم هل صعد إلى السماء أم نزل في أعماق البحار أم ابتلعته الأرض أم افترسه السباع. بعد 100 سنة التجاري تقول أنا عزير؟ قال إيه أنا عزير وأنت أمي. قالت زين، أنت عزير؟ قالت زين عزير. قالت، إن عزير ابني كان نبيا من أنبياء الله تعالى، وكان إذا دعا الله شيء استجاب له، هل أنت قادر على هذا الشيء؟ قال إيه أنا نفس العزير. قال، أدع الله تعالى حتى يرد علي شبابي. رفع يده إلى السماء عزير وقال، اللهم رد على أمي شبابها. فرد مرة شاب، خلص، إنما أمره إذا أراد شيئا شنو؟ أن يجيب نجار وبناء وبزاز، ماكو أن يقول له كن فيكون. فإن المرأة هي شابة وإذا صاحت، أيها الناس هذا عزير. الناس اجتمعوا على هذا الرجل، هاي المرأة ما يعرفوها،
يعني انت اذا امك عمرها 60 سنه وفرد مره شابه بنيه حلوه 14 سنه تعرفها؟ اظن بتعرفها. حقيقه قالوا لها انت شنو؟ مخبله مجنونه شنو هذا عزيز؟ انت منو؟ قالت لها ام عزيز. جيراني عرفوها ام عزيز مراه شمطاء ام الحليسيه عجوز شهره تكفي من اللحم بعظم الرقبه. فرد ام الحليس عجوز في الغابري هاي فرد مرة تقول انا ام عزيز. قالت يا الله انا ام عزيز وهذا عزيز. وقص كذا وكذا وكذا وكانت تقبله ويقبلها يقبل يدها يقبلها كذا شيء. الناس اجتمعوا عجيب غريب. اكو في البلد دائما اناس اعمارهم متجاوزه. قبل ايام قلائل عندنا حج جمعه هذا اللي في مخفر الشارف في هذا في مجمع الشارف هذا حج جمعه امه توفيت 120 سنه عمرها 120 سنه. على كل الناس اجتمعوا هذا عزيز يتعجبون منا لهنا كلام سلام شنو هذا عزيز شنو؟ اشوف شيبه شيبه اكو مرقد 100 سنه سامعين باسم عزيز شايفين عزيز نظروا الى انا عزيز انا عزيز من اليهود بطبيعه الحال لان هو كان نبي مبعوث الى اليهود. اجتمعوا حوله وتكلموا معه منا لهنا. قالوا زين انت اذا عزيز ان عزيز كان يتمكن من احياء الموتى هل تتمكن انت؟ قال يا انا عزيز معك هاي مره امي جعلتها شابه. طيب شوفوا فدعا الله سبحانه وتعالى على بعض امواتهم على بعض مرضاهم بالعجل شوفوا بالعجل احتيوا واذا خلص. قالوا زين ما دام انت هالشكل فانت ابن الله لان فرد واحد 100 سنه يموت ثم يحتي ثم عنده قدرة على أن يجعل من المرأة الشمطاء العجوز فتاة شابة عمرها 25-30 سنة ويتمكن من إحياء الموتى. هذا مو بشر ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم فأنت ابن الله. قال عمي لا تكفروا أنا مو ابن الله أنا عبد من عبيد الله الله يستجيب دعائي. قالوا إلا أنت الله. خلاص فسار عزير ابن الله الى هذا اليوم عند اليهود الاحمق. زين عبد الله كان بعد شلون مات؟ بعد مده مات ايضا عزير في قصه طويله. فهذا الشيء وهو بين افراط وتفريط اما كذب لا واما انت ابن الله. قالت اليهود عزير ابن الله لصقوا به ابن الله تعالى. يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم اليهود باحث النبي قال باي دليل عزير ابن الله؟ قال لانه احيا الموتى وابرى الاكمه والابرص وما اشبه. كل الانبياء كان عندهم المعجزه. فموسى ايضا ابن الله لان موسى عنده يد وعصا وكذا. نوح ابن الله لان عنده سفينه وطوفان وحركه وسكون. فلم يقروا جوابا. قالت اليهود عزير ابن الله لانه احتي بعد 100 سنه وتمكن من اتيان المعجزه. المعجزه لا تدل على انه الله او ابن الله وانما تدل على ان الله فوضه التصرف في الكون. يسأل الامير فوض فرد واحد روح تصرف في البلد اي تصرف اللي شئت من قوانين مان او اصدار هذا معنى ابن الامير له متلازم ماكو تلازم على هذا الشيء. كذلك اذا الله سبحانه وتعالى فوض الى انسان التصرف في الكون احياء او موتا او شفاء او مرضا او ما اشبه هذا مو دليل على انه هذا ابن الله او مربوط بالله يعني ارتباطا غرابيا بالله سبحانه وتعالى. ولذا الله سبحانه وتعالى يقول قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم. يعني هاي كلمه لا مربوط. قسم من الناس يعتادون كلامنا مربوط يظاهرون قول الذين كفروا. الكفار شلون يجعلون لله شريك؟ هذول ولو متدينين بالله ايضا يجعلون لله ولدا ولا يجعلون له شريكا. يظاهرون قول الذين كفروا. ونسال الله التوفيق لما يحب ويرضى.